القس نعيم يوسف، راعي كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الوطنية في مدينة المالكية ديريك. احتلال التركي مدان بكل الأساليب والوسائل، لأنه هي أرض سورية، لا يحق لأي دولة أن تقتحم أراضي، لأنه هي محمية ضمن إطار الأمم المتحدة. فنحن ندين ونستنكر هذا العمل ونعتبره عدوانا على شعبنا وعلى أراضينا. يعني هذا يعتبر اقتحام واعتداء. طبعا لا يحق لأحد أن يعطي ضوء أخضر لدولة معادية أن تقتحم أراضينا. فالدولة التي منحت ضوء أخضر هي أيضا تتحمل المسؤولية وتدان مثلها مثل تركيا. الحقيقة الضمانات حتى نعيش معا يتعلق ضمن المكونات أنفسهم أكثر مما أنه نتكل على أطراف خارجية. فالأطراف الخارجية تتغير ولها مصالح مهما كانت ومن كانت. لذلك نحن الضمانة، نحب بعضنا البعض كما يعلمنا رب يسوع المسيح. هذا أفضل ضمانة، نتغير ونتكيف ونبني جسور اللحمة والوحدة الوطنية. طبعا تركيا لها تاريخ يعني عريق بالإرهاب والعنف على شعوب المنطقة، وخاصة تجاه الأرمن والسوريان وحاليا الأكراد. لكن للأسف الشديد السبب الرئيسي يعود إلى الأنانية الذاتية، لأنه دائما الإنسان منبع الإرهاب هو الأنانية. يقول من أين الحروب والخصومات؟ أليست من لذاتكم؟ يعني من الشهوة الجامحة الخطأ. لذلك معالجة هذا الأمر يعود إلى تهذيب الإنسان من الداخل أكثر ما هو من الخارج، لأن الخارج الحقيقة تأثيره نسبي ومحدود، لكن دائما منبع السلام ومنبع الإرهاب هو من الداخل. يعني أي جيش يتعاون مع الخارج لا نستطيع أن نعتبره جيش، لأنه عم يحتل أراضي سورية. فلذلك لا أريد أن أسميه جيشا، أريد أن أسميه ميليشيا، لأنه الجيش هو من يحمي مثل الجيش الوطني السوري الذي يحمي البلاد بالتعاون هلا حاليا مع قوات أخرى. فلذلك نحن نعتبره عمل إرهابي ولا نعتبره جيشا، كل من يتعاون مع أطراف خارجية لأزية البلد. أقول للشعب دعونا نتحد ونحب بعضنا البعض، لأن المحبة هي التي تستر العيوب، والمحبة هي التي تساعدنا لكي نغفر ونسامح. دعونا نترك فكرة الانتقام ونتعاون، لأنه كلنا أخطأنا في مكان ما، فلا بد أن ننسى ونغفر كما يعلمنا المسيح أن نغفر لبعضنا البعض ونبني جسور المحبة. التضامن الداخلي كتير مهم للرد على أي عدوان خارجي. طالما عنا نقاط ضعف فالعدو يستغل نقاط الضعف القائمة بين أطراف ومكونات الشعب السوري. فأفضل رد هو أن نتحد معا كل المكونات مع الدولة، نتحد لكي نواجه هذا العدوان ونصده بهذه الطريقة. طالما نحن هناك انقسامات فلذلك من السهل أن يعتدي علينا الخارج.